بطاقة شكر. قالت هالة في الإذاعة المدرسية: السلام عليكم معلمي العزيز، معلمتي الغالية، تعلمنا القراءة والكتابة والحساب، ونجحنا إلى الصف الثاني. شكرا لكما. السلام عليكم يا أول، كيف حالكم؟ بعد مشاهدتكم الفيديو الذي تم عرضه قبل قليل، لقد تعرفتم إلى درسنا لهذا اليوم. لقد تعرفتم إلى درسنا لهذا اليوم. من يقول لي يا أول؟ رح تحكوا لي يا أول إنه درسنا بتحدث عن المعلم. درسنا يتحدث عن المعلم. بتعرفوا يا أول إنه المعلم له قيمة كبيرة في المجتمع، أليس كذلك؟ طيب يا أول، كيف أنتوا صرتوا شطورين وصرتوا كبار وفي الصف الأول، وتعلمتوا القراءة وتعلمتوا كيف تجمعوا وتطرحوا وتعلمتوا الكتابة؟ مين اللي علمكم يا أول؟ المعلم. المعلم له قيمة كبيرة في مجتمعنا. إذا من خلال الفيديو الذي قمت بعرضه قبل قليل تعرفتم إلى أن المعلم له قيمة كبيرة، ويجب علينا يا أول احترامه، لأن المعلم له دور في العملية التعليمية. يعني أنا من دون المعلم يا أول ما رح أقدر أني أنا أتعلم القراءة، أتعلم الكتابة، أتعلم الحساب، أليس كذلك؟ سواء في الغرفة الصفية أو في الوضع الراهن أو الوضع اللي إحنا نتعلم فيه عن بعد أنا وياكم، نتواصل مع بعض وإنتوا كتير شطورين. طيب يا أول، إذا درسنا يا أول يتحدث عن المعلم. كان هناك طالبة اسمها هالة، تحب معلمها، معلماتها ومعلميها. قامت بإرسال بطاقة شكر إلى معلمها في الإذاعة المدرسية. طبعا هالة في الصف الأول، هالة في الصف الأول، وتقول في بطاقة الشكر لمعلمها أنهم قاموا برفعها إلى الصف الثاني وقاموا بتعليمها القراءة والكتابة والحساب. تقوم بشكرهم، بشكر معلميها يا أول، تقوم بشكر معلميها الذين قاموا بتدريسها في الصف الأول. طيب سأقوم يا أول بقراءة الدرس ومن ثم تحليل الدرس والكتابة بجانب الصور. بطاقة شكر، بطاقة شكر. قالت هالة في الإذاعة المدرسية، قالت هالة في الإذاعة المدرسية: السلام عليكم معلمي العزيز، معلمتي الغالية، تعلمنا القراءة والكتابة والحساب ونجحنا إلى الصف الثاني، شكرا لكما. بعد قراءتي يا أول للدرس، تقومون يا أول بتتبع القراءة التي قمت بقراءة، تتبع الجمل التي قمت بقراءتها، والقراءة زي ما أنا قرأت يا أول بديكم تقرأوا، يعني الجملة الأولى والجملة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، تقرأوا زي ما أنا قرأت. طيب يا أول، سأقوم بتحليل الكلمات وإيجاد القواعد الموجودة في الدرس، لكن يا أول سأقوم بتذكيركم أن المعلم له قيمة كبيرة في المجتمع. تعرفوا يا أول أنه إحنا لولا المعلم أنا ما صرت أنا كبيرة وصرت معلمة وصرت بعلمكم، وأنتم بكرة كمان رح تكبروا وتصيروا شطورين وتعلموا غيركم، صح ولا لا؟ طيب، قالت هالة في
الإذاعة المدرسية. طيب يا أول، أول شيء رح نوجد مع بعض القواعد. رح نوجد مع بعض القواعد. في حرف إيش يا أول؟ في حرف إيش؟ حرف جر. كلكم تعرفوا حرف جر. حرف جر. طيب هالة يا أول اسم صح؟ هالة اسم إيش؟ اسم مؤنث. هالة، هالة اسم، اسم مؤنث. هالة اسم مؤنث. خليني أول أحلل لكم كلمة عشان تضلها راسخة في مخكم وتضلكم أنتوا تقرأوا جملة جملة. ال اي ذا ع تي الإذاعة. الإذاعة تي. كنا أول نعرف كيفية التحليل وصرتوا كلكم شطورين وبتعرفوا تقرأوا وتحللوا. الجملة الثانية السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا أول عندنا هنا حرف مشدد اللي هو حرف السين، وبتعرف يا أول أنه حرف الشدة منقسم لقسمين. السلام عليكم. طيب نعرف أنه حرف الشدة بحرف السين مرة مع ساكن مرة مع متحرك حرفين، شايفين؟ السلام عليكم. خليني أحلل لكم الكلمة. شايفين يا أول؟ حطيت ال للتعريف وحطيت الاس اللي هي الساكن الثاني الاول، الاس الاولى الساكنه والاس الثانيه المتحركه. السلام عليكم. السلام. طيب الكلمه الثالثه، الجمله الثالثه معلمي العزيز. معلمي العزيز. خليني أحلل لكم كلمة معلمي. برضو يا أول كلمة معلمي حرف اللام شدة، شايفين حرف اللام عليه شدة. خليني أحلل لكم. أول إشي من بدنا نفك الحرف المشدد مع أول شي مع ساكن، بعدين مع متحرك، بس المتحرك كسرة مش زي فوق، حسب المتحرك الموجود. خليني أحلل لكم الكلمة. مو عل عل ساكن، لي لي متحرك كسرة، مي معلمي. الكلمة الجملة الرابعة معلمتي. معلمتي برضو يا أول حرف اللام نفس الإشي مشدد. هاي يا أول بديكم تحللوها لحالكم، تابعوا معاي بديكم تحللوها لحالكم. نيجي للجملة الخامسة. تعلمنا القراءة والكتابة والحساب. تعلمنا أكثر من إشي يا أول، إحنا مش إحنا بنتعلم أكثر من إشي بالمدرسة. تعلمنا يا أول القراءة والكتابة والحساب والرسم وكل الأشياء اللي إحنا بنتعلمها بالمدرسة، بدنا نضلنا مذكرين عشان لما نطلع الصف الثاني نكون شاطرين، صح ولا لا؟ خليني أحلل لكم كلمة تعلمنا. ت ت فتحة، طبعا حرف اللام ايش يا اول كمان؟ شدة. حرف اللام شدة يعني ايش؟ منقسم لمرتين. ت عل عل ساكن، لم تعلم نا تعلم نا تعلمنا. طيب برضو يا أول هنا عنا حرف، عنا حرف جر اللي هو إلى. عنا حرف جر اللي هو إلى. حرف جر. كل قواعد وكل التحليلات بدي اياكم تكتبوها. وعندي هون كمان واجب بدي اياكم تستخرجوا الحروف المشددة، وبدي اياكم تستخرجوا الحروف المشددة، وبدي اياكم تحللوا لي الكلمة هاي.